نملة صغيرة الحجم، رأسي صغير خصري نحيل، ردائي من الأزهار وقبعتي ورق الأشجار، نحلم بالعدالة ليل نهار. تختلط ضحكاتنا بالدموع، نهزم الشر ونعانق بعضنا، لنا في كل مكان أثر، نبذل كل جهدنا لنجعل العالم أفضل. أنا نملة صغيرة الحجم، رأسي صغير خصري نحيل، ردائي من الأزهار وقبعتي ورق الأشجار، نحلم بالعدالة ليل نهار. تختلط ضحكاتنا بالدموع، نهزم الشر ونعانق بعضنا، لنا في كل مكان أثر، نبذل كل جهدنا لنجعل العالم أفضل. تجد حلا. أجل، فكر في طريقة ما. أمهلني دقيقة. وجدتها. داتش واي، هل ترى هذا النهر الصغير؟ ماذا؟ هل النهر به حجارة؟ كلا، انقلوا الحجارة التي لديكم أولا وانتظروا هناك، وسأنقل لكم الحجارة من أعلى. هذا رائع جدا، ولكن هل هناك حجارة تكفي؟ بالطبع هناك الكثير من الحجارة. رائع يا جيوباو، لا يمكن. ما الأمر؟ من الخطر أن تذهب. ماذا إذا أصابكما مكروه؟ اطمئن علينا، دعنا نساعدكم، سنذهب. ما هي فكرتك بالتحديد؟ كيف يمكننا أن ننقل الحجارة بمفردنا؟ بهذه. ماذا؟ إنها قشرة فاكهة. ولكنها ليست قشرة عادية، إنها قوية وكبيرة. هذا صحيح، ولكن ما هي فائدتها؟ فيما مضى كنت أنظر إليها وأراها بلا فائدة، أما الآن. هيا قل بسرعة. إننا على شاطئ النهر، فلنحولها إلى سفينة صغيرة وننقل الحجارة إلى الشاطئ الآخر. ولكن ألا يجب أن تكون السفينة مستوية؟ هذه مستديرة. إذا وضعنا فوقها الحجارة وهي ثقيلة، فسوف تتجه فتحة القشرة لأعلى وتكون مثل شكل السفينة. أنت لا تجيد أي شيء، ولكن لديك عقل ذكي جدا. أشعر من كلامك أنك تمدحينني، أليس كذلك يا غيو؟ أنا طبعا أمدحك، ولكن لا تعتد على ذلك يا جيومباو. غيو، سوف أقلب قشرة الفاكهة، فهلا ساعدتني بحمل هذه الحجارة ووضعها على شاطئ النهر؟ بالتأكيد. أويو، هذا جيد، هيا فلنبحث عن حجر كبير الآن. انظر، ها هو الحجر، ها هو. ثقيل جدا. نحتاج هذا الحجر لعمل مرساة، سيسحب السفينة ويمنعها أن تسير حين نوقفها. لكن حين تمتلئ السفينة بالحجارة ستغرق. اطمئني. واحد، اثنان، ثلاثة، وبعدها نقوم بدفع القشرة داخل الماء. واحد.
أخيرا نجحنا، رائع. التجديف يجب أن يكون منظما وإلا ستنقلب. لقد فهمت، سأعد واحد لنستعد واثنان نبدأ في التجديف. واحد اثنان، واحد اثنان. السفينة تسير. ماذا سنفعل؟ لا بأس، أليست الأمور على ما يرام؟ لا داعي للتجديف ولنشاهد المناظر الطبيعية. حسنا، إنها سريعة. هذا شعور رائع. أيتها الأميرة جيون باو. جيون باو، لقد وصلنا. لننزل المرساة إذا. لقد اختنق. الحجارة لكم. ها؟ من أنت وكيف تطيرين ولماذا أنت هنا في مملكة بيشيا؟ ويو، لا تكوني عنيفة، لا تخافي يا صغيرة، يبدو أنك جرحتي، هل أنت بخير؟ ها؟ ها؟ تعالي إلى هنا. هيا. فلتمسك بها. فلتفكر لي في فكرة تجعلني أطير. ليست لدي أي طريقة حقا. أنا أريد أن أطير. حسنا، لكن فلنعد أولا، وأنا أعدك بأن أفكر في طريقة ما لكي أحل هذا. هل سمعت بالأمر؟ انتصرت الملكة دويون في الحرب، إنها بارعة. أخشى أن تدفع مملكة سانية الثمن. يو فونغ، أجل، لا يملك بجانب مملكة يو فونغ سوى مملكة سانية. فلماذا لم تترك الملكة دويون هذه المملكة المحبوبة والمسالمة؟ لا أدري، لكن لحسن الحظ أننا هنا بعيدون عنها بما فيه الكفاية. الملكة دويون لا تشبه والدتها الملكة إطلاقا، فلقد اشتهرت والدتها بطيبة قلبها. الملكة دويون يصعب تخيلها الآن، فالجميع يشعر بالخوف الشديد منها بمجرد سماع اسمها. حقا لا تشبه والدتها. من الممكن أن يكون صفير الرياح. لا توجد ملابس تناسبني، يجب أن أجد دعما. هذه الزهرة جميلة. أجل، هل فكرت في فكرة تجعلني أطير؟ تريدين الطيران؟ أجل، يجب علي أن ألحق بتلك المتعجرفة، هل فهمت هذا؟ ستحتاجين إلى شيء خارجي، وهذا خطير. أنا لا أبالي، يجب أن أطير. حين أتذكر غطرستها بالأمس أشعر بالغضب الشديد. أنا أريد أن أطير. لا داعي للغضب. لحظة، وجدتها. اصعدي وانتظريني في الأعلى. إنها عالية. ما أجمل المكان. لن تصدر أي صوت، أرسلني. فلنستعد للطيران. ها.
نحتاج إليه هو أن نتمسك بهذا الجزء. سيجعلني أطير؟ أجل، فلتثقي بي. أثق بك يا جيون باو. واحد، اثنان، ثلاثة. لماذا لم أطر؟ بالحال، سنطير. نحن نطير بالفعل. جيون باو، أنت بارع جدا. تذكرت أمرا ما. ما هو؟ نسيت أمر الهبوط. لا أصدق يا جيون باو، ماذا نفعل الآن؟ استعدي للقفز. هيا. ويو، هل أنت بخير؟ ويو، ماذا بك؟ ويو، ويو، هيا فلتفيقي. حسنا، لقد خدعتني، لن أتوقف عن دغدغتك إذا. توقف، انظر، هناك الكثير من التوت هنا. لن آكل. إنها لذيذة. جيون باو، سأقطف القليل منها، انتظرني. لا داعي لفعل هذا. إنه أنت. سيوقف الدماء. توقفي. مهلا، أنا أعتذر، فقد أخفتك في الأمس، صحيح؟ هذا لك، تفضلي يا صغيرة. لست صغيرة، أنا أدعى شياولين شيان. شياولين شيان اسم جميل. اسمي جيون باو. أعرف، نحن صديقان، أليس كذلك؟ ها؟ إنه لذيذ. كانت هنا منذ قليل. ماذا بك؟ لذيذ صحيح؟ أجل، إنه لذيذ حقا. مجددا. يا أمي، فلتصدري أمرا بالنيابة عني، فمنذ الغد أريد أن يأتي كل البارعين، فإذا خلصني أحد من ألم رأسي سوف أكافئه. هل هذه قلعة الملكة ديون؟ أجل، إنه أنا قائد هيفينغ المشهور جدا. لقد جئت لأعرض شيئا ما على الملكة ديون، فلتخبرها بذلك. هذا أنت؟ ملكتنا قادرة على كل شيء ولا تحتاج إلى مجيئك هنا، فلتذهب وتجلس في مكان رطب. لماذا استطاع الدخول؟ لأنه واحد من الأطباء المرشحين. ها؟ ولماذا الطبيب؟ انظر بنفسك. لقد تم بناء منزلنا الجديد بالفعل من خلال عمل الجميع ليلا ونهارا. إنه أمر رائع حقا، فلتصحبنا لرؤية المنزل. حسنا جلالتك، لأريك قصرك إذن. هذا رائع. فلنرى أولا غرفة الأطفال أيها الحكيم. فالمهم أن ينمو الأمل في مستقبل مملكة بيشيا بصحة وسعادة. ما رأيك فيما أقول؟ صحيح، هذه
هذه هي غرفة الأطفال. بذل الجميع فيها جهدا لأن الأطفال هم الذين سوف يعيشون فيها، لذا فهي آخر ما تم بناؤه، والآن قد انتقل الأطفال إليها بالفعل. خيفي الصغير، لقد كنت وجيومباو بهذا الحجم في صغركما. هذا غير معقول. لا تعضني، هذا إصبعي وليس طعامك. هذا رائع، أخيرا أصبح لدينا منزل جديد. صانع الدواء محق، لن يكون له تأثير. الرحمة، فليتم نفيه. الرحمة جلالة الملكة، الرحمة أرجوك. إنه من أشهر الأطباء. الرحمة، كما أن العامة تحترمه كثيرا. لقد ازدادت آلام رأسي بعدما تناولت هذا الدواء. ذكرنا في الإعلان أننا نبحث عن علاج، ربما الدواء غير مناسب لك. من التالي؟ في الحقيقة هناك واحد فقط. واحد؟ أجل جلالتك، لقد هرب كل من كان ينتظر خوفا من نفيه. جبناء أخبروه. الرحمة. الرحمة جلالة الملكة، أرجوك سامحيني. سامحيني. أنا لينغ شين وسوف. أنت أدخل. حسنا، الملكة تنتظر. المواطن لينغ شين في خدمتك. ماذا لديك؟ لنرى. بما تشعر مولاتي؟ إن رأسها تؤلمها وتحلم بكابوس. أنا لدي الدواء الذي سيعالج أرق وصداع جلالتها، ستحتاج إلى أن تأخذ قرصا يوميا قبل النوم. يمكنك تناوله وأنت ستبيت هنا، وبعدما نجرب الدواء سنرسل لك. أمرك، ولكن أريد فقط أن... ماذا تريد؟ أن أرى سرير جلالتها. وقح. سأوضح الأمر، الدواء مصنوع بطريقة خاصة لها، علاقة بالهواء، ويجب أن أطمئن على فاعلية الدواء. يمكنك أن تذهب، ولكنك تعرف جيدا ماذا سيحدث إن كنت تخدعني. بالتأكيد. غرفة جلالة الملكة. هذا واضح تماما. هيا أنهي عملك. هذا سيضمن عدم نومك مجددا. فليتذكر الجميع، هناك أربعة أشياء تفرق بين الفطر السام والغير سام. أولاً اللون، وثانياً مكان نموها، ثالثاً ويو. ويو. ويو، هيا استيقظي ويو. ويو. ويو، فلتجيبي، أين الفطريات السامة هنا؟ أية واحدة؟ رمادي. الرمادي. جيد جدا، فلتخبريني كيف عرفت. كيف عرفت؟ أجيبي. سأتذوقها. حسنا، ألوان الفطريات الثلاثة تلك واضحة، وهذه هي الوحيدة التي يبدو شكلها قبيحا، ولكن كلما كان شكل الفطر جميلا كلما كان يملك نسبة أكبر من السموم، لذا فنحن في البرية
لا يجب أن نأكل الفطر ذا اللون الجميل الواضح. والآن يبدو الأمر ممتعا للغاية في الخارج. الفطريات المسمومة دائما ما تنمو في الظلام والأماكن الرطبة والحظرة، تلتصق البكتيريا بها، كما أن الفطريات المسمومة تكون سميكة. يسهل تغيير لونه في الهواء بعد قطفه، ودائما ما يغطي جسمه بعض الأجسام الصغيرة. ويو، هل فهمت؟ ها؟ لا يقارن جيونتاو بمستوى الأميرة ويو. إن الأميرة واثقة من نفسها. أميرتنا رائعة حقا، انظروا إليها إنها ماهرة. الأميرة ويو هي مثل الفتيات الأعلى. ويو، الحكيم تياني يفعل ذلك من أجلكما. أحب رمي السهام. عليك المعرفة أولاً حتى تحمي وطنك. رمي السهام سيجعلني أحمي وطني. لا يمكن للقوة أن تحل جميع المشاكل، فالسلام هو أساس الحياة، وحماية السلام تحتاج إلى الحكمة، لذا يجب أن تزيدي من معرفتك. ها؟ فلترعى ويو مكاني، هل فهمت؟ حسناً. جلالتك، عاد الكشافة الذين أرسلناهم. أدخلهم سريعاً إذاً. أمرك جلالتك. لقد تعبتم، ما هي الأوضاع في الأرجاء؟ ليس على حدودنا سوى مملكة تدعى سانيه، أهلها يحبون السلام ويعيشون هنا منذ 100 عام. وفي الغرب هناك مملكة تسمى مملكة يوفونغ، وملكتهم متعجرفة وشريرة أيضا. وقد هاجمت مملكة سانيه. أتقول أن هناك الآن حربا بينهما؟ أجل، وهزمت سانيه. وما الأحوال الآن في سانيه؟ استولت عليها يوفونغ وألقي القبض على ملوك سانيه. لماذا تقضي مملكة يوفونغ على الممالك الأخرى؟ لا نعرف السبب. هذه المعلومات هامة، فلتذهبوا للراحة. لماذا تفعل مملكة يوفونغ هذا؟ إذا كان هذا حقيقيا فوضعنا لا يبشر بالخير. ها؟ ولكن مملكتنا ليست سهلة. صحيح يا داتشوي؟ أجل ويو، فلنستمع لجلالة الملكة والحكيم تياني. سنواجه الصعاب من أجل حماية مملكتنا. سنبادر ونرسل رسولا إلى مملكة يوفونغ لنكون صداقة معهم، ما رأيك؟ أوافقك، يجب علينا أن نجرب هذا. سأرسل القائد داتشوي. داتشوي سينجح في هذا، ولكنه متهور ولا يجب أن يذهب وحده. جيون باو دقيق جدا فيما يفعل، سيذهب بصحبة داتشوي. أمر جلالتك. أريد أن أذهب، سأساعدكما. تبقى الأميرة هنا داخل المملكة. دائما ما تنظر إلي وكأنني طفلة صغيرة. سيرعني جيون باو وداتشوي، أليس كذلك؟ حسنا، لقد كبرت ابنتنا ويو، وعاجلا أم آجلا ستتحمل مسؤولية المملكة، ولكن خذي حذرك جيدا. الملكة هي الأفضل. هيا أيها العجوز، لا تضع وقتنا. هل أنت على ما يرام؟ سيصاب الجميع بضربة شمس، فالطقس حار، أيمكن أن نستريح؟ هل تظنين أنك ما زلت أميرة مملكة سانيه وتأمرين؟ لا داعي، فأنت رجل كبير لك مكانتك، إنها طفلة. أسرع هيا. أيها العجوز، أنت تلعب بي؟ كلا. من تجرأ على هذا؟ ابتعد بيا. هل تعرف ماذا تفعل؟ بالتأكيد أنفذ أوامر الملكة، فأنا القائد، ما بك؟ مررت هنا. إذا فلتكمل طريقك فنحن لا نسير معا. أرى أن نرتاح قليلا ليشرب الجميع الماء. لا داعي للغطرسة، فهل تظن أن الملكة تعتمد عليك فقط؟ لقد أمرتك أن نحضرهم أحياء، فإذا لم نسترح أخاف أن الصغار والكبار لن يصمدوا حتى نصل. تذكر هذا، توقفوا جميعا سنرتاح. فلتسترح قليلا يا معلمي.
شكرا لإنقاذنا. لا تشكرني. هل نسيتني حقا أيها المعلم؟ أنت الفتى الذي قمت بإنقاذه ذلك الوقت. أنا لم أتوقع هذا حقا، كان هذا منذ زمن بعيد. حين ذاك لم تكن حكيم الدولة ولم أكن قائدا. كنت تأكل كثيرا وقتها وكنت تشبع بصعوبة. لقد شعرت بدفء المنزل وقتها لأن سكان سانيه طيبون. إن مملكة سانيه هي أقدم الممالك تاريخيا بين الممالك التي تقع على بعد مئات الأميال، ولأننا نحب السلام لم نتخذ من أي دولة عدوا لنا. للأسف أنا لم أستطع أن أقنع الملكة. أنا يكفيني فقط أن أراك هنا اليوم. أنا لا أخاف من شيء، فأنا عجوز. ولكن ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ فقط أريد أن يعيشوا في سلام. تقع يوفونغ في الغرب، أهذا الطريق صحيح؟ تشرق الشمس من الشرق ونحن الآن في الصباح. تعزي، فلنبحث عن طعام. ما هذا؟ انظرا. لكن هذا أمر غريب، من أين أتى؟ محقة. ماذا؟ من هناك. لن أدعك تهربين. جيرباو، أحضرت لك شيئا لتأكله. شكرا لك. منذ مدة قصيرة قمت بتوبيخها سابقا ولم تعتذري. هل تعرفها؟ لا تعامليني هكذا. ولن تكونين. ما الذي قلتيه الآن؟ لن أكررها. أنت من مملكة سانيه؟ كلا، لقد أتيت من مكان بعيد جدا، والعالم كله هو منزلي. أنت الحارس الوحيد. أجل، أصب، ومن أنت؟ داتشوي. ما رأيك أن نكون صديقين؟ هيا يا داتشوي، فلنأكل جميعا معا. أنا مسرورة جدا يا جون. حسنا. شكرا لك شياو لينشيان، لقد أعطيتيني الدواء سابقا وها أنت تعطيني ثمارا. أنا مذاقها حامض، حامض جدا. لقد أكلت واحدة للتو وكانت لذيذة. ويو، فلتأكلي هذه. كلا. شياو لينشيان، أين ستذهبين؟ سأذهب معكم. حسنا إذن. رائع حقا. كلا، لن نذهب إلى هناك لنمرح. هل شبعتم أم لا؟ نريد أن نكمل طريقنا. لا داعي للعجلة. حسنا، سنذهب نحن. هيا يا داتشوي. سررت بلقائك يا شياولين. فثمار اليوم كانت لذيذة. شكرا لك. بالتأكيد. مع السلامة. أمسكا. مع السلامة. وداعا. سوف نتقابل. إلى اللقاء. هذه الفتاة مزعجة، سوف أريها. لينشي، مهاراتك الطبية جيدة، فلم أعاني عذاب الأحلام البارحة. شكرا جزيلا. ساعدني في التخلص من مرضي هذا ولك مكافأة سخية. أنا لست إلا مزارعا يريد أن يقدم كل ما لديه من أجل بلاده. أريد فقط أن أكون بجانبك. إخلاصك نادر، فلتبقى هنا إذن.